نورني ويشرفني في الاستوديو الاستاذ محمد عصام الناقد الرياضي بروز اليوسف. يا استاذ محمد منورني. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كل سنه وانت طيب. وكل مشاهدين وجماهير النادي الاهلي بخير دايما. اهلا بيك. اهلا بيك، منورنا وشرفنا. عندنا ملفات كتيره جدا عايزين نتكلم فيها، وهنستعرض اهم الاخبار المحليه والعالميه مع بعض. بالتالي عايز ابتدي ببوابه اخبار اليوم، واللي بتقول ان وفد الفيفا النهارده هيسلم اتحاد الكره للجنه الجنايني. كيف ترى هذه الجزئيه بالتحديد، واللجنه الخماسيه اللي تم الاعلان عنها بشكل رسمي لاداره شؤون اتحاد الكره خلال الفتره اللي جايه؟ طبعا احنا طبعا خلينا نتفق ان كان في الاول بعض التحفظات موجوده على اللجنه المؤقته دلوقتي المعينه من الفيفا، لكن احنا هنتكلم من الناحيه الواقعيه. خلينا ندي الفرصه الاول، خلينا نشوف الوضع هيبقى ماشي ازاي. احنا شفنا الاستاذ عمرو الجنايني كمشجع، احنا عايزين نشوفه كاداري او كمسؤول ناجح. هل سيتخلى عن عباءة انتمائه وهيكون الوقوف على الطرفين، او هيكون على كل الاطراف تكون على مسافه واحده؟ ده احنا عايزين نشوفه الفتره الجايه، لان احنا هنشوف الفتره الجايه هيكون في اسئله قدام عمرو الجنايني مع حفظ الالقاب طبعا. عايزين نعرف هل لو في نادي هاجم نادي رد فعله ايه كاتحاد كوره؟ لو حد هاجم لجنه الحكام رد فعله ايه؟ هل هيتاخد اجراءات ضد النادي ده ولا لا؟ ففي حاجات كتيره جدا جدا احنا هنشوفها الفتره الجايه من خلال بعض المواقف اللي هتتحط، وما اكثر المواقف اللي احنا بنتحط فيها في الدوري الممتاز طول فتره الموسم. فده هيخلينا ان احنا يعني احنا مش بنتربص بحد، احنا هنقول لجنه محترمه فيها اسماء مميزه. يعني كلنا شفنا برضو كابتن محمد فضل وتنظيمه المشرف في امم افريقيا، وظهورنا بمستوى يليق باي بمنتخبات وبالدول في العالم كله من حيث الافتتاح وحفل الختام، من حيث المنتخبات كلها كانت بتشكر في الاستضافه في مصر في كل حاجه، كنا وجهه مشرفه في حاجات كتيره. برضو مدربين كتير، في برضو الدكتور جمال طبعا برضو من الشخصيات محترمه جدا جدا اللي بيشهد لها الكفاءه. فاحنا كلنا منتظرين موقف اتحاد الكوره، وده هيبان الفتره الجايه ان ما يكونش في تربص ليه نادي على حساب نادي اخر. ده شيء مهم وده نتمناه. تتوقع ان ده هيكون بالتحديد في حياديه في اداره الامور بشكل كبير اتحاد الكره، او كمان متفائل بان الناس الموجوده في الفتره المؤقته دي يقدروا ان هم يصححوا بعض الاوضاع داخل الاتحاد اللي شفناها خلال الفتره اللي فاتت؟ او احنا لو هنتكلم احنا لو هنتكلم على تصريح الدكتور عمرو الجنايني، هنتكلم على موضوع ان هو اتكلم على تطوير المنظومه الكرويه واللائحه الرياضيه اللي موجوده في اتحاد الكره. اللائحه محتاجه فعلا تعديل، لو تم تعديله، لان انا شايف ان مفيش حد عايز يفشل. احنا شايف ان احنا نديله الفرصه دي موجوده. كان في اسماء مطروحه، كان في الدكتور كمال درويش برده، كان جمهور الاهلي برده ما كانش معترض ولا كان حد معترض، كان في بعض الاسماء مرشحه ما حدش اعترض عليها، لكن هو كان في بعض التحفظات، والتحفظات دي احنا هنخليها نناحيها على جنب لغايه ما نشوف رد الفعل بتاع، نشوف ايه اللي هيحصل اللي موجود. فانا شايف ان هو عايز يطور في اللائحه، اتكلم على تطبيق الفار، وان قال ان في امكانيه ان احنا نطبق الفار بشرط ان احنا نجيب شركه راعيه تطبق الموضوع ده. وانا شايف ان دي طبعا هتكون خطوه قويه جدا جدا، وهتشيل حاجات كتيره مننا جدا جدا. يعني احنا شايفين ان نسبه كبيره من مباريات الدوري اعتراض على الحكام، لا احنا عند تطبيق الفار انا شايف ان نسبه كبيره جدا هتتقل من الترشيحات اللي هي ضد لجنه الحكام. وانا شايف ان ده هيكون قرار موفق لو تم تنفيذه. هل ممكن القرار ده ينفذ بشكل سريع، خصوصا ان الموسم خلاص على الابواب؟ اتمنى ان ده يحصل بسرعه، لكن كله هيكون على حسب الشركه الراعيه اللي هتطبق، اللي هي هتدخل تقنيه الفار في الملاعب المصريه. طيب هنشوف الامور هتستقر بالكره المصريه لفين باذن الله. ان شاء الله تستقر لوضع مميز جدا جدا لمصلحه كل الانديه المصريه والكره المصريه بشكل عام. يعني في الحقيقه عايز اروح للوطن سبورت، وبيتكلموا في ملف من ضمن الملفات اللي اكيد هتكون مطروحه وبشكل عاجل جدا للمسؤولين في اتحاد الكره، وبيقولوا شحاته والبدري يشعلان اول صراع داخل اتحاد الكره الجديد، يعني بخصوص طبعا ملف المدير الفني لمنتخب مصر، واللي في اعتقادي الشخصي خلال
ايام قليله جدا وقد تكون ساعات هيتم الاعلان عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر. بتشوف الملف ده ازاي؟ وهل فعلا في صراع ما بين الكابتن حسن شحاته والكابتن حسام البدري كاسماء يعني مطروحه على الطاوله؟ اكيد طبعا في طبعا هم كل الاحترام لكابتن حسن شحاته والكابتن حسام البدري، لكن انا هتكلم كوجهه نظري. وجهه نظري ان انا شايف ان انا لو انا في موضع مسؤوليه انا هختار اسماء جديده. في اسماء جديده كتيره موجوده، المفروض ان احنا نبدا نديها الفرصه، نبدا يكون لها تواجد مع المنتخب. احنا انا انبسطت جدا جدا ان هو يكون في الاعتماد على مدرب محلي، لان انا شايف ان احنا عندنا مدربين كفاءات كويسين، لكن للاسف احنا مش مدينين الفرصه. للاسف هي نفس الاسماء اللي هي بتلف على كل الاماكن، الانديه، انا ما اقصدش حد بعينه، انا بتكلم في العموم. كل الانديه تلاقي مدير فني ساب مكان من هنا عشان فشل فيه يروح نادي تاني، يفشل فيه برضه يروح نادي تالت، لغايه ما بحس انها لعبه حظ، مره ينجح و10 يفشل. طب انا شايف ان الاسماء دي لو ايه المشكله لو تم تغييرها؟ انا مش شايف ان فيما يتعلق بقى بالانديه يعني. انا وحتى كمنتخبات يعني انا برضه نفسي هو المنتخب. حضرتك عايز تقنعني ان في وسط المنظومه الرياضيه دي كلها مفيش غير كابتن حسام البدر او مع الاحترام الكامل او كابتن حسن شحاته؟ لا، في اسماء كثيره طلعت. في عندك طبعا الاقرار بمدى الكفاءه الكبيره عند أكيد. الاسماء أكيد. دول بالتحديد يعني طبعا اسماء طبعا انا كل لهم كل الاحترام والتقدير، والاسماء ليها وزنها يعني. لكن انا هتكلم على بعض الاسماء الثانيه. ليه ما يتمش طرح بعض الاسماء الاخرى اللي هي كابتن علي ماهر، في كابتن عماد النحاس، كابتن ايهاب جلال مرشح بقوه، في اسماء كتيره موجوده على الساحه فيها ايه لو احنا نبدا ندي لهم الفرصه ونبدا ان احنا نعمل تيم كامل. اما احنا بنسمع للاسف في ملف المنتخب والمدير الفني المنتخب بنشوف في مدربين بدون ذكر اسماء رافضين ان هو يشتغلوا يمسك مدرب العام. يقول لك انا اسمي اكبر من كده، ما بيبصوش لحته ان هو ده مدرب المنتخب او يكون مدرب عام في المنتخب. انا شايف ان انا واحد من الناس لو انا رياضي او ان انا بمارس من التدريب انا عندي استعداد اشيل الشنط بتاعه الكوره للمنتخب وهيبقى شرف ليا. فانا شايف ان لو كل مدرب يسيب يتخلى عن الحته دي ويبص للمنتخب وان قد ايه ان احنا محتاجين ان احنا نفرح الناس وكنا محتاجين نفرحهم في امم افريقيا من حيث النتيجه، انا شايف ان ده هيوصلنا لمرحله ثانيه جدا. لكن طبعا كل الاحترام لكابتن حسام البدري، لكابتن حسن شحاته، اسماء كبيره ليها اسمها، ليها وضع في الدوري في الفتره اللي فاتت. اتمنى ان يتم التغيير، لان لو احنا هنتكلم على التغيير يبقى نتكلم على التغيير في كله. طب اقول لك معلومه، اتفضل. هو فعلا خلاص الموضوع مقتصر ما بين الكابتن حسن شحاته والكابتن حسام البدري. اقربهم مين؟ اقربهم كابتن حسام البدري بنسبه 99%. كابتن حسام البدري هو المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وايا كان مين اللي هيتم اختياره والمسانده والدعم ليه بشكل كامل، لان احنا نفسنا نشوف المنتخب زي الفتره اللي كان فيها كابتن حسن شحاته في الحقيقه، يعني من 2006 ل 2010 كنا حاجه جامده جدا جدا جدا. بس الظروف مختلفه. الظروف مختلفه طبعا، لكن ان شاء الله اي واحد هيقدر يمسك. واعتقد الكابتن حسام بدري خلاص يعني هو قادر في الحقيقه، لان هو فنيا اكيد مميز. اتمنى ان كابتن حسام طبعا لو هو تم اسناد المهمه ليه اتمنى طبعا التوفيق ليه، واكيد كل الناس هتبدا تدعمه. لكن برضو يعني انا برضو كان ليا وجهه نظر ان انا شايف ان في بعض المشاكل اللي هتواجه كابتن حسام البدري مع بعض الجماهير، لان في مفيش وفاق شويه. فانا شايف ان احنا كنا نجيب اي مدرب يكون عليه وفاق من الجميع. كلنا شفنا كابتن حسن شحاته بالرغم ان هو طب من وجهه نظرك انت شايف مين الانسب؟ من وجهه نظرك انا شايف، انا طرحت لك بعض الاسماء زي مثلا انسبهم مين؟ انا شايف يعني انا شايف ان ايه المشكله ان ممكن يبقى كابتن حسن شحاته وكابتن حسام البدري يشتغلوا مع بعض. اعتقد صعبه جدا. ما طب ايه المشكله؟ احنا بنتكلم على مصلحه المنتخب. كبار جدا ماشي، بس احنا بنتكلم على مصلحه المنتخب. ايوه بس برضه يعني بس المشكله في رفض. ما هو ده الطرح. الطرح ان في واحد كان في اسم منهم كان هيبقى مشرف على المنتخب ومنصب مدير الفني. في ناس رفض. التعاون بيكون بهذه الصوره. التعاون بهذه الصوره يعني. بالمسميات بمختلف المسميات. لكن ايه المشكله ان ده كان يحصل؟ كنا كسبنا اسمين مهمين جدا جدا في تدريب منتخب مصر. عموما هنشوف الامور هتستقر على ايه بخصوص المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ايا كان ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق أكيد خلال طبعا. الفتره اللي جايه. نروح للمنتخب الاولمبي، كابتن شوقي غريب وبالتحديد من سوبر كوره بيطلب من الجباليه وديتين قبل نهائيات اولمبياد طوكيو. بتشوف ازاي الاستعدادات الخاصه بالمنتخب الاولمبي، خصوصا ان احنا عندنا بطوله افريقيا هنا في مصر في شهر 10
فهو بالتالي عنده ماتشين وديين في شهر 9 او بيطلب الماتشين دول يعني، والتصفيات دي مؤهله ان شاء الله للاولمبياد طوكيو 2020. انا شايف كابتن شوقي غريب من المدربين الممتازين جدا جدا اللي ليهم سمعه وصيت كويس جدا جدا، وكلنا شفنا كان منتخب شوقي غريب اللي طلع منه كابتن وائل رياض وطلع منه اليماني وطلع منه اسماء كتيره وتحققوا بطولات كتيرة. أنا شايف أن كابتن شوقي غريب وتحديدا بالمجموعة اللي معاه كابتن محمد شوقي والأسماء الأخرى اللي موجودين، شايف أن هم يقدروا الفترة الجاية يقدروا يعملوا شغل كويس، نقدر أن احنا نوصل لمستوى كويس في البطولة. أن احنا محتاجين حتة الماتشين، أنا شايف أن دي حاجة كويسة لسبب واحد، عشان يقدر يقف على مستوى اللعيبة، مين اللعيبة اللي هيشاركوا بصفة أساسية وهيكونوا التشكيلة الأساسية اللي هيخوض بيها المنتخب الفترة الجاية في البطولات المختلفة أو البطولة الأقرب لنا. شايف أن المنتخب ده احنا نديله فرصة، أو أتمنى أن احنا نكون في دعم إعلامي ودعم ليه قوي، لأن أنا شايف أن دوم الجيل المستقبل ده دوم اللي هم الشرارة بتاعة المنتخب الوطني. فشايف أن هم يعني يتم الدعم فيهم أكتر، وإحنا عندنا ثقة في كابتن شوقي والجهاز الفني أن يقدر يعمل حاجة كويسة الفترة الجاية. يا رب نتمنى له كل التوفيق. نروح لبعض الأخبار العالمية قبل ما نتكلم عن النادي الأهلي. معك. بوابة فيتو بتتكلم على يعني محمد صلاح وهي عدم مغادرته لليفربول، طبقا أو وفقا لصحيفة إسبانية قالت هذا الخبر بالتحديد. وده ليه؟ لان جاري نيفل نجم مانشستر يونايتد قال ان صلاح في اعتقاده الشخصي انه خلال 12 شهر هيكون خارج ليفربول، فمحمد صلاح رد خلال تصريحاته مع سي ان 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 هو مكمل مع ليفربول. تعتقد ان ممكن صلاح يكمل لسنوات اطول مع ليفربول، ولا ممكن وانا ده اللي اتوقعه يعني ان بعد الموسم ده يروح نادي تاني؟ انا شايف محمد صلاح بيصير بمستوى متقدم، مش هقول بمستوى ثابت، مستوى متقدم مع ليفربول. متقدم طبعا مع احنا شفنا الماتشات اللي فاتت، لو حسبنا اخر مباريات شوف محمد صلاح احرز كام هدف. محمد صلاح متواجد بقوه جدا في ليفربول. ليفربول صعب ان يتخلى عن محمد صلاح الا بمبلغ خيالي. كلنا بنسمع سمعنا الفتره اللي فاتت ان ريال مدريد كانت عايزه محمد صلاح، ودي حاجه طبعا مش تشرفنا جدا طبعًا جدا طبعًا. ان لاعب مصري مطلوب في اكبر انديه الاوروبيه، بس احنا بنتكلم في محمد صلاح ان احنا عايزينه يركز. احنا شايفين اخبار زي دي تخليه ان هو يشتت تركيزه شويه. لا، انا عايز محمد صلاح يركز مع ليفربول، قدامه مهمه جدا تحقيق لقب الهداف، وتحديدا ان في مشاكل شويه مع ساديو ماني من حيث ان هم ما فيش تعاون ما بينهم. هو اتسال على موضوع لقب الهداف ده، قال لك الاولى بالنسبه لي ان ليفربول تاخد الدوري. اكيد بس طبعا هو اكيد جوه اي لاعب مهاجم زي محمد صلاح عايز يبقى لقب الهداف عشان يخليه نسبه جزئيه المهاجم. هو قال ان انا اصلا وينج يعني، ما هو وينج هو جناح يعني. هو جناح يرفع من على نفسه الضغوط يعني. بس احنا شايفينه كل الناس شايفين هو هداف الدوري الانجليزي اكيد مرتين ورا بعض اكيد. فهو محمد صلاح المفروض ان هو يحافظ على المستوى ده، بعد كده يفكر بعد كده الخطوه الجايه، لان لو محمد صلاح حط في دماغه ان هو هيخرج من ليفربول هيقدم موسم مش طيب، وتحديدا ان هو كده لا هيكمل ده ولا هيكمل ده. فانا شايف بطالب محمد صلاح طبعا اكيد ان يتم التركيز مع فريقه الموسم ده يبدا يظهر. انا شايف برضو نفس وجهه نظرك، انا شايف ان محمد صلاح مش هيقعد في ليفربول اخر الموسم ده، وبعد كده هينتقل لنادي. بس اتمنى يعني. اتمنى هيكون نادي يكون كبير، ريال مدريد او برشلونه. نتمنى طبعا محمد صلاح يكون موفق، لانه ده يعني فخر العرب زي ما احنا ما بنقول. طيب يعني نروح لمحترف اخر، لان احنا الفتره الجايه هنركز شويه على محترفينا في الخارج. فعايز اروح لاحمد حجازي مدرب ويست بروميتش، قال ان حجازي يبكي من اجل العوده، ده من الجمهوريه اونلاين. وبيقول كمان ان ده سلافن بليتش هو المدير الفني لويست بروميتش، قال ان حجازي بيتحسن بشكل كبير واصابته بتتحسن بشكل كبير، وكان بيشيل بعض العظام الزائده في الكاحل اعتقد عنده بعد بطوله الامم الافريقيه. وهو توقع كمان عوده حجازي للمشاركه في مباراتي ويستام ونيوكاسل مع الرديف بالنسبه لفريق ويست بروميتش في شهر 9. في البدايه عايز اسالك، هل احمد حجازي خد القرار الانسب بالاستمرار في الشامبيونشيب مع ويست بروميتش؟ طبعا قرار طبعا، مع ان انا كنت اتمنى ان هو عودته للنادي الاهلي، لكن التمني حاجه التمني حاجه وانا برضو في نفس الوقت بتمنى طبعا ان هو حته ان يكون في لاعب عدد محترفين عندك يكونوا بره وفي الدوري الانجليزي من اقوى الدوريات في العالم، ده برضو بيخلي الواحد يشفع للاعب شويه حتى لو في الشامبيونشيب في كل الدرجه الثانيه. طبعا حجازي لعيب، حته ان هو موجود لحجازي مأدي اداء ممتاز بغض النظر قبل الاصابه، لعيب مقاتل
راجل في الملعب. احنا بيطلق عليه في بعض اللعيبه كده معينه نقول عليها ده راجل في الملعب. اهو حجازي هو اللي واخد اللقب ده. حجازي انا كنت اتمنى طبعا زي ما بقول لك عودته للنادي الاهلي، واتمنى لان حجازي صمام دفاع رهيب للنادي الاهلي، والاهلي اكيد كان محتاجه. لكن احنا هنتكلم على وجوده دلوقتي في الدوري الانجليزي، انا شايف ان ده اضافه قويه ليه، بيدي له خبرات كويسه جدا جدا. ممكن نلاقي حجازي في انتقالات يناير في مكان نادي تاني لو هو ركز ورجع لمستوى تاني ورجع من الاصابه بقوه او اقوى من الاول، هنشوف حجازي في مكان تاني اقوى من المكان اللي هو فيه. فاتمنى طبعا التوفيق لحجازي وكل المحترفين. احنا دلوقتي احنا بقينا بنتكلم دلوقتي عندنا اربع لعيبه في الدوري الانجليزي بالظبط، محمدي، تريزيجيه، حجازي، محمد طبعا صلاح، نني بس بيلعبش، نني بس طبعا نني في كلام اكيد بس ان هو هيمشي، لكن حتى الاماكن اللي هو جات له عروض فيها برضه في الدوري الانجليزي. فانا شايف ان حته الاستعانه بعد ما احنا كنا ممكن لاعب واحد بس وكل فتره كان بيلعب في الدوري الانجليزي، كلنا بنتابع عمرو زكي بالزبط. كنا بنتابع بعض اللعيبه، لا دلوقتي احنا عندنا مجموعه بيلعبوا في الدوري الانجليزي اقوى الدوريات في العالم. دلوقتي احنا نقدر ان احنا نديهم الدعم. احنا شايف ان هم العقليه نفسها اتغيرت عن العقليه الاولانيه، شايف ان هم الفتره اللي جايه ان شاء الله هيكون في تواجد اكتر للعيبه المصريه. واتمنى التوفيق لتريزيجيه اللي انا شايفه ان هو مش واخد حقه قوي وما اعرفش. شايف البدايه بتاعته مناسبه؟ بدايه طبعًا كويسه مع طبعا بدايه كويسه. احنا شفت اول لقاء ليه تابعته لقيته كان مع توتنهام، شايفه كان مؤدي مباراه ممتازه، ساهم كتير جدا جدا في الاهداف اللي حصلت، كان عنده فعاليه في الهجوم بصوره كبيره. هم احرزوا حتى الان هدفين في بطوله الدوري، هدف في المباراه الاولى وهدف في المباراه الثانيه. المباراه الاولى خسروا 3-1 مع توتنهام، المباراه الثانيه خسروا، بس انا شايف امكانيات تريزيجيه اكبر من النادي اللي هو فيه. بس كخطوه اوليه في بطوله ما هو الدوري خطوه الانجليزي. احنا كل مره نادي استون فيلا نادي كبير جدا، نادي استون فيلا نادي كبير، بس عندي فيه برضه نقطه. احنا كلنا كنا بالنسبه لنقطه تريزيجيه كلنا بنقول تريزيجيه كافضل لاعب ان هو المفروض يلعب في افضل الانديه، بنفاجئ ونتصدم ان هو يروح نادي ما بيبقاش على نفس المستوى. بس إيه في الاخر دي خطوه كويسه برضه، هو اكيد خطوه، حته انه انتقاله للدوري الانجليزي دي خطوه مرضيه مؤقتا، لكن اهم حاجه الاستمراريه. الاستمراريه في ايه؟ ان هو يبدا تبقى دي بوابه ان هو ينضم لنادي اكبر يليق باسم تريزيجيه. بالظبط. طيب عمرو ورد في الجول بيقولوا ان في تقرير في احدى الصحف الاوروبيه بيقول ان في اهتمام فرنسي بضم عمرو ورده، وان مونبلييه الفرنسي وتولوز ومارسيليا هم المهتمين جدا، ومونبلييه بالتحديد اكثر اهتماما بعمرو ورده. شايف مسيره عمرو ورده الاحترافيه المقبله هتكون عامله ازاي؟ وهل فعلا ممكن ينتقل من باوك اللي مش مهتم بوجوده من خلال الاخبار اللي احنا بنتابعها يعني في اليونان؟ والله انا شايف عمرو ورده بالذات عليه علامه استفهام كبيره جدا جدا. مشاكله مع الانديه كل نادي ينتقل ليه كان في مشاكل ليه. انا شايف ده ممكن يعني لو هو تم يعني اتمام الصفقه مع النادي الفرنسي، انا شايف ان ده ان لازم عمرو ورده ده هيكون قدامه فرصه اخيره، فرصه لازم يستغلها، فرصه اخيره علشان خاطر ان هو يبدا يستغلها ويبدا يركز في الكوره وما يركزش في امور ثانيه. عمرو ورده خامه كويسه، لعيب ممتاز، لكن لو ركز في كره القدم ما ركزش في امور ثانيه. اتمنى ان هو يرجع يعني مش هقول يرجع لمستواه لان مشكله عمرو ورده من زمان. اتمنى ان تفكيره يتغير او ينضج شويه، ان هو يكبر شويه بلغه الكوره. تمام. اتمنى ان هو يركز في الكوره اكتر ما يركز في حاجه تانية. تمام. عمرو ورده المفروض الفتره الجايه قدامه فرصه، لو انتقل للنادي الفرنسي هيكون قدامه فرصه جدا جدا ان هو يصالح الجماهير المصريه، لان احنا مش هنكره ان يكون في لاعب من لاعب مصري يبدا يظهر في احسن الدوريات او يكون متواجد في افضل الاماكن. فده احنا مش هنكره. فانا اتمنى طبعا التوفيق لعمرو ورده، واتمنى ان هو يتقل شويه. تمام. نروح للاعب الابرز بقى عالميا دلوقتي في جانب الانتقالات بالتحديد وهو نيمار. كلام كتير برشلونه ولا ريال مدريد دلوقتي، كلام بقى على يوفنتوس ان هم دخلوا في الصفقه، واس عربي بيقولوا ان يوفنتوس هي ورقه ضغط نيمار على برشلونه وريال مدريد عشان ينجزوا يعني الموضوع. هو كل واحد مستني التاني هيعمل ايه، العرض اللي هيقدمه هيبقى ازاي عشان يقدر يقدم عرض افضل ويكسب خدمات اللاعب. تتوقع نيمار هيروح فين بعد ما خلاص بشكل كبير جدا هيرحل عن باريس سان جيرمان؟ والله انا شايف ان برشلونه الأقرب لضم نيمار، مع العلم
ان ريال مدريد الاقرب في المفاوضات، يعني المفاوضات جدية من ريال مدريد. ورقه اليوفنتوس برضو وجود كريستيانو رونالدو مع اليوفنتوس برضو مخلي نادي اليوفنتوس عايز يجيب اكبر كم من النجوم اللي هي اسماء، لان هم برضو يعني ليهم عايزين يتواجدوا اكتر بصوره اكبر في الشامبيون ليج والكلام ده كله. شايف ان نيمار انتقاله، انا لو انا هتكلم كناحيه كرويه اتمنى طبعا هو لو انتقل لو هيخدم ريال مدريد اكتر وفرصته في الظهور اكتر مع ريال مدريد عن برشلونه، لان برشلونه في ميسي وفي اسماء كبيره جدا جدا، ممكن نيمار هيختفي من ضمن الاسماء دي، مع العلم ان نيمار من الاسامي الكبيره طبعا. لكن ظهوره في ريال مدريد بعض الاسماء، ريال مدريد برضو لسه بيبدا يتعافى، زين الدين زيدان بدا لسه يعني يقوم الفريق بمعنى الكره، انا شايف ان انتقاله لريال مدريد هيكون افضل ليه، افضل لنيمار نفسه، لنيمار نفسه. لو احنا هنتكلم ليه، لان في الاسماء مختلفه جدا، ريال مدريد مش هو ريال مدريد بتاع زمان، مش هو ريال مدريد مثلا اللي هو كان فيه زين الدين زيدان، كان فيه لويس فيجو، كان فيه اسماء رهيبه جدا، ديفيد بيكهام، روبرتو كارلوس، رونالدو، فرناندو هيرو، السلجادو، اسماء كبيره جدا جدا، الاسماء ما كانتش موجوده. كلنا احنا بنتفرج دلوقتي على ريال مدريد ونسبه كبيره 50% او 60% ما نعرفش مين الاسماء اللي موجوده، لا لا اسماء برضو معروفه، بس برضو مش زي الاسماء الرنانه اللي كانت موجوده في الجيل الذهبي الوقت طبعا. فانا شايف لو نيمار انضم الافضل ليه ان هو ينضم لريال مدريد على حساب برشلونه اكيد. تمام نتمنى. ماشي خلينا نروح للاهلي بقى، وده الاهم اكيد بالنسبه لكل الجماهير اللي بتتفرج علينا وجماهير النادي الاهلي بالتحديد. ملف مهم قوي، ملف المدير الفني، كيف ترى تعامل المسؤولين في النادي الاهلي مع هذا الملف في ظل الخطوات السريعه اللي هم بياخدوها في الحقيقه لحسم جزئيه المدير الفني؟ انا شايف خطوات كويسه جدا جدا. مجلس اداره النادي الاهلي بيتعامل باحترافيه في اختيار الجهاز الفني للنادي الاهلي. شايف ان الجهاز الفني اداره النادي الاهلي بتحاول ان هي تتفادى اي سلبيات تمت في الماضي في الاختيار الحالي. شايف ان في اسماء كتيره جدا جدا كبيره مرشحه للدخول لتدريب النادي الاهلي الفتره الجايه. احنا كلنا شفنا الفتره اللي فاتت سوء الانتقالات المدربين، كان في لغط، كان في بعض التصريحات، مدير فني جه وما يجيش، يعني تحس ان الوضع مختلف جدا. عكس اداره النادي الاهلي في سريه طول عمر النادي الاهلي. لو انا هتكلم على تاريخ النادي الاهلي، طول عمر النادي الاهلي كان يتميز بالسريه وان هو يوجهك في نقطه وكان يبقى يخلص في نقطه ثانيه، يوجه المنافسين لنقط معينه في الجهاز الفني او لاعبين او فوضات مع اللعيبه ويخلص في نقطه ثانيه. دي ميزة زي ما حصل على فكره مع لاسارتي. ايام لاسارتي كان الكلام كله على بعض الاسماء، فوجئنا النادي الاهلي بيعلن عن اسم مارتين لاسارتي ومدير فني النادي الاهلي في التوقيت. الله ينور. ده انا متعود كده دايما من النادي الاهلي سريه، يتم يقول لك مثلا بغض النظر عن اسماء فلان الاقرب، بعرف ان فلان الاقرب ده مش هو اللي جاي. فانا ده من زمان او من متابعتي للنادي الاهلي، لان قبل ما اكون صحفي انا يعني كنت مشجع اهلاوي. كنت مشجع او ما زلت؟ تمام. ف يعني انا شايف ان اداره احترافيه جدا جدا في التعامل مع الجهاز الفني للنادي الاهلي. شايف ان احنا لازم ان احنا نستعين ببعض الكوادر الجديده. سمعت وانا كلمت كابتن، كنت بتكلم مع كابتن عماد النحاس، رحب جدا جدا بالتدريب ان هو وجوده يكون ضمن المرشحين للجهاز الفني في النادي الاهلي. احنا محتاجين الجهاز الفني المعاون برضه. المعاون طبعا، لا المعاون الفني طبعا أجنبي، المدير الفني اجنبي اكيد. انا بتكلم المعاون، المعاون ان هو يكون موجود مع الجهاز الفني الحالي. في بعض الاسماء الكبيره المرشحين طبعا احنا لحد دلوقتي ما نعرفش برضه كلها تكهنات، كلنا شفنا اسماء كتيره جدا جدا مطروحه، 30 مدرب تم تصفيتهم لخمس مدربين، وزي ما انا كنت حضرتك قلت من شويه هيتم خلال الساعات الجايه برضو تصفيتهم لثلاث مدربين. مين الثلاث مدربين؟ معرفش، يعني ممكن اختيار الاهلي ليه البعض اللي استنتج، انا مش هستنتج لان برضو انت ما تعرف يعني، بس انا في بعض المعطيات يعني مثلا مستر مانويل جولي صعب ان يجي، لان الراجل طلع اكتر من مره قال انا اعتزلت التمرين التدريب، وانا واحد من الناس انا برضو ضد عوده جوزيه، مع العلم ان انا من اشد مشجعينه مانويل جوزيه لسبب واحد،
انا شايف مستر مانويل لو رجع دلوقتي يبقى انا كده بحرق اسم الراجل ده. الراجل ده اسطوره، الراجل ده اسطوره في التدريب، حقق بطولات كبيره للنادي الاهلي، جماهير الاهلي بتعشقه بصوره رهيبه. شايف ان عودته مش هتبقى صح، مع العلم ان هو طبعا عودته طبعا حاليا هو الراجل طلع وواضح. في بعض الاسماء كويسه، انا كنت في فتره في المغرب، مش عايز اقول لحضرتك بعض المدربين الاسماء الكبيره جدا، منهم مصطفى حجي ومنهم رشيد الطوسي وبعض الاسماء كلهم كنت بعمل معاهم حوار لروزا اليوسف عندي، كلهم يقولوا لي احنا نفسنا نيجي ندرب الاهلي. مصطفى حجي لو حضرتك تسمعه بيتكلم ايه على الاهلي، بيتكلم على ايه يعني منظومه النادي الاهلي، يقول لك ده افضل نادي في افريقيا. كلنا بنتمنى ان احنا واحد من الناس ان انا نفسي اخش النادي الاهلي وادرب النادي الاهلي. فاحنا شايفين ان موضوع ان النادي الاهلي بيدور على مدير فني، السير الذاتيه كتيره، كل المدربين بيرحبوا بحاجه زي كده، في اسماء كتيره جدا جدا مرشحه، لكن النهايه مختصر وخلاص تقريبا على خمس اسماء. خمس اسماء وحضرتك قلت ثلاثه خلال ساعات اللي طبعاً جاي. الثلاثه دولت نتمنى طبعا يكون اسماء طبعا كبيره. شايفين ممكن يكون كتوقع الاقرب البرازيلي. تمام، لكن كله برضه برازيلي اسمه ايه؟ دوراتي. دوراتي برتغالي. دوراتي برازيل. لا لا دوراتي. تمام، يعني هو في اكثر من اسم يعني مرشح. تمام، في كان اكثر من اسم. الاسماء دي يعني احنا شايفين الفتره الجايه لازم يكون ليها، احنا لازم نقف كل الدعم لاي مدير فني يجي يقود النادي الاهلي الفتره الجايه. ده شيء اكيد مهم ومفروغ منه، لكن مباراه مهمه جدا، مباراه اطلع بره، بتشوف مدى اهميه هذه المباراه بخلاف جانب النتيجه بالتحديد، شايفها مهمه ليه للنادي الاهلي؟ اكيد مهمه بعد ماتش بيراميدز. طبعا النادي الاهلي محتاج ان هو يصالح الجماهير باداء مميز قبل ما يكون النتيجه. كلنا منتظرين نشوف اللعيبه ردها ايه بعد لقاء بيراميدز اللي كان عليه علامات استفهام كبيره من حيث التحكيم. انا شايف ان اللعيبه ادوا ما عليهم في لقاء بيراميدز، ما كانوش برضه بالمستوى السيء، لكن تعرضوا لبعض الظروف اللي ادت للنتيجه دي. طبعًا. لكن احنا مش هنتكلم على ماتش بيراميدز، وهنتكلم على ماتش اطلع بره، فريق سهل اكيد، بس طبعا كل اللعيبه ما ينفعش يوصل لها النقطه دي. احنا محتاجين ان هم الفتره الجايه لعيبه النادي الاهلي تاخد الماتش بمحمل الجديه، يبداوا يصالحوا الجماهير عشان يتحقق نتيجه طيبه، وان شاء الله الاهلي طبعا الاقرب للصعود. طبعا متوقع بعض التغييرات في تشكيل النادي الاهلي في هذه المباراه، ولو متوقع قول لي ايه هي التغييرات. انا شايف ان هي ممكن التشكيله كابتن محمد يوسف هيبتدي بهي التشكيله، لكن النقط بقى اللي كان هي التشكيله. انا شايف التشكيله هتكون هي مش هيكون في تغيير، لان الوقت ما يحتملش اي تغيير في التشكيل. لكن احنا ممكن نشوف كابتن محمد يوسف يعني حته النقطه اللي فاتت، موضوع حسين الساحات بيلعب في الجانب ده ورمضان صبحي بيلعب في الامور الفنيه دي ممكن هي اللي تكون هتتغير. لكن ممكن بعض الاسماء مثلا اللي تم انضمامهم للنادي الاهلي مؤخرا متولي، يعني تتوقع ان هم يشاركوا؟ والله النهارده يعني تقريبا شبه محسومه باذن الله. النهارده كابتن محمد يوسف قعد مع متولي وقعد مع كابتن حسام عاشور، ووعدوا من الفتره الجايه هيكون ليهم دور مع النادي الاهلي، واكيد احنا لسه الموسم طويل، لو ما شاركوش في الماتش اللي جاي ده هيشاركوا بعد كده، وكلهم اسماء كبيره. قفشه طبعا من النجوم المتميزين اللي انا متوقع لهم ان هو هيكون لهم دور كبير جدا جدا مع الفريق الفتره الجايه في النادي الاهلي في المباريات القادمه، فاتمنى طبعا ان الاهلي يعني يخرج بنتيجه طبعا متميزه، ويكون الاداء اهم من النتيجه بالنسبه الاداء اهم. لان احنا خلاص احنا بنسبه كبيره جدا خلاص الاهلي هيصعب، لكن انا يهمني الاداء، يهمني ان كابتن محمد يوسف يقف على مستوى اللعيبه، يكون في تجانس اكتر مع اللعيبه. طيب بتشوف قائمه اللاعبين في النادي الاهلي بتقيمها ازاي؟ شايف النادي الاهلي بيضم مجموعه فعلا من اللاعبين المميزين؟ هو الاهلي جاب اللي محتاجه. اللي محتاجه باستثناء راس الحربه. انا شايف ان الاهلي محتاج تدعيم في راس الحربه. اكيد اكيد الاهلي كان محتاج طبعا راس حربه بعد مستوى طبعا طبعا برضو في ظل امتلاك النادي الاهلي للاعبين في هذا المركز، لاعبين مميزين اكيد، لاعبين مميزين، بس صلاح محسن ومروان محسن ولاعبين مميزين لكن كلهم دوليين بالمناسبه دوليين، لكن ممكن ما يكونش موفقين، بس ما عندناش عماد مثال، ما فيش عماد صعب، ما عندناش بعض الاسماء اللي هي فلافيو صعب تلاقي فلاف. لا ما تقول صعب. احنا لو دورنا هنلاقي تاريخي للنادي الاهلي فلاف ومتعب والناس اللي كانوا معاه. ماشي، بس لو دورنا هنلاقي، ما هو مصر كلها ما فيهاش مهاجم. اكيد انا شايف ان النادي، انت شايف ان مصر فيها مهاجم؟
مصر هو في اسماء معينه موجوده زي مين؟ يعني انا شايف صلاح امين مهاجم ممتاز جدا جدا بس لا انا مش بتكلم على ان هو يجي الاهلي انا بكلمك على المهاجمين احمد علي مهاجم ممتاز كويس جدا في اسماء كويسه لكن انا عايز اتكلم على لو الاهلي محتاج مهاجم احنا محتاجين مهاجم الفتره الجايه يا ريت يكون مهاجم سوبر ايا يكن جنسيته ايه احنا كلنا بنسمع ان كان في مفاوضات النهارده خرج تصريح معرفش صحته ايه لكن اتقال ان لازارتي ما طلبش التعاقد مع مهاجم وده كان عليه علامه استفهام كبيره جدا جدا انا شايف ان الاهلي دعم صفوفه بالعناصر اللي هو فعلا محتاجها لكن كان عندنا عجز في موضوع راس الحربه وانا شايف ان الفتره الجايه ممكن اداره النادي الاهلي يا ريت يعني لما تستقروا على اسم المدير الفني يتم التفاوض مع مهاجم يكون قوي يقود الاهلي الفتره الجايه ما يضيعش الفرص اللي احنا بنشوف الفرص بتاعه الاهلي كلنا بنشوف الاهلي كل 15 فرصه يجيب جون لا احنا عايزين ال 15 نسبه يعني كبيره يعني انا في اعتقادي او بشوف ان هي ممكن تكون مرحله عدم توفيق بالنسبه لبعض العناصر في خط الهجوم بالتحديد وان شاء الله نتمنى لهم ان هم الفتره الجايه يكونوا موفقين لان هم فعلا يمتلكوا الامكانيات أكيد. اللي تساعدهم ان هم يلعبوا في النادي الاهلي لكن دايما اضاعه الفرص هو ده وارد بس النسبه بصراحه كانت كبيره شويه من ازارو الفتره اللي فاتت وفرص قدام الجون قدام الجون اكيد نتمنى له الفتره الجايه لو ازارو رجع لمستواه هيفرق بشكل كبير قوي مع النادي الاهلي هو عنده الشخصية عنده الإمكانيات الكويسة التوفيق مش ملازمه الفترة اللي فاتت وكمان الثقة كانت بعيدة عنه إن شاء الله بإذن الله يكون موفق خلال المرحلة اللي جاية والنادي الأهلي يكون موفق في كل المجالات بإذن الله إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية أستاذ محمد أنا بشكرك شكرا أنا جزيلا أنا بشكرك جدا نورتنا وشرفتنا ربنا يخليك والشكر ليا وكل وبحب أشكر قناة النادي الأهلي وإدارة وجماهير النادي الأهلي ونتمنى الفترة الجاية إن شاء الله الأهلي يكون في مكان افضل وافضل كمان مره وكل الدعم طبعا لاداره النادي الاهلي اكيد طبعا ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا كان معانا في فقره او الفقره الحواريه من حلقه كلام في الميديا النهارده الاستاذ محمد عصام الناقد الرياضي بروزر اليوسف واتكلمنا في ملفات كتيره جدا اخبارنا النهارده ما خلصتش لكن عندنا تكمله لهذه الاخبار وعندنا اخبار كمان جديده هنتكلم فيها خلال حلقه بكره ان شاء الله من كلام في الميديا الى اللقاء